فقلنا نكتب أنه second degree يعني 2nd degree حتى نعرف أنه هذا من الدرجة الثانية. زين هذه شلون أطلعها النقطة؟ أول مرة لازم أحدد مسافتها. شلون نحدد هذه المسافة؟ إحنا نأخذ هذا المثلث ونأخذ المثلث الثاني، فنقول المقابل على المجاور يساوي لنا المقابل على المجاور، يعني هذا المثلث الأول ويا هذا المثلث الثاني نسوي لهم تشابه بالأضلاع. فارج قد الارتفاع مالته؟ صراحة نكتب هنا التشابه 14. نفرض هاي المسافة ما نعرفها نسميها اكس بار، ف 14 على الاكس بار شو تساوي لنا؟ هذا المقابل ايش قد؟ 66. الضلع ايش قد؟ احنا ما نعرف هذا الضلع ايش قد، لكن نعرف هاي المسافة الكلية ايش قد؟ 8 متر. فنقول على 8 ناقصا اكس بار، هذه من تحلها راح تطلع الاكس بار تطلع القيمة مالتها 1.4. شو نسوي بها؟ هذا تفيدنا من نروح للمومنت، اخذ الاكس بار اعوضها بالمعادلة مال المومنت البي سي، اعوض هنا الاكس 1.4 بالمعادلة فتطلع لي قيمة البي سي هي 217.8 كيلو نيوتن. هاي ات اكس يساوي لنا 1.4. زين الخط الواصل بينهما بما انه المعادله اللي استخدمتها بحساب القيم هي من الدرجه الثانيه فايضا راح يكون كيرف. بعد ايش عندنا؟ ما عندنا نقطه بالمنتصف، فنروح الى النقطه النهائيه اللي تدخل ضمن يا معادله، معادله الام بي سي نفسها، بس ايش قد الاكس؟ هاي النقطه ايش قد تبعد عن الطرف الايسر؟ تبعد 8 2 10 متر، فنعوض هنا 10 متر راح يطلع الناتج. عفوا هنا الاكس ما نعوضها 1.4، لان 1.4 هي تبعد عن هذه النقطة، احنا لازم نعوض الاكس اللي تبعد عن الطرف. فعندنا 2 زائدا 1.4 فتصير 3.4. فلما نتعوض المعادلة بالاخير 10 هنا بالقيمة مالتها راح تطلع القيمة صفر، شلون توصل بيناتهم؟ هي من الدرجة الثانية. إذا خلاصة للكلام كله هذه بغض النظر عن الإسهاب بالشرح، أهم شيء المعادلات السكشن موجودة، تلقى الحساب مال الشير والمومنت عند كل نقطة، وذلك بتعويض إيش قد المسافة اللي النقطة اللي تريدها تبعد عن الطرف الأيسر، تعوضها بالمعادلة المناسبة، تحسب القيمة مالتها وتنزلها. فمجرد تحسب قيمة المومنت بالنقاط بعدين ترجع للخطوط الواصلة تنظر للمعادلة، إذا من الدرجة الأولى ترسم خط مستقيم، إذا من الدرجة الثانية فأعلى ترسم خط منحني. وبذلك تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله المحاضرة القادمة راح يكون بها شرح لأمثلة أخرى وناخذ بها أنواع أخرى من اللود. أي استفسار عن أي نقطة ما مفهومة بالمحاضرة فالتفصيلة أو فد رقم معين بإمكانكم مراسلتي عبر الجوجل كلاس روم أو الكتابة على اليوتيوب بالتعليقات أو أيضا على التليجرام. نتمنى لكم وقت ممتع إن شاء الله في فهم هذه المحاضرة، مع التوفيق. هذه المصادر الموجودة اللي استخدمناها بالمحاضرة.